السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة للخير بأنهم يساهموا معانا لإتمام بناء جامع المكارم بحي المكارم بالمعبيل الثامنة بولاية سيب. لا زال أهالي المنطقة من العام الماضي يصلوا في هذا الكرفان. هذا مكان الصلاة المؤقت وهذا هو الجامع. الحين بندخل ووريكم يوم من الداخل. الآن هذا هو الجامع يا جماعة الخير. الحين بندخل إحنا الجامع، شوفوا عملوا الصبية فوق خلاص، يعني معناته دامنا الأعمدة وكل شيء والصبية، الآن تبقى الشيء البسيط وبإذن الله أن هذا الجامع ينتهي. تخيل أنك أنت تكون سبب في إنهاء بناء هذا الجامع وإتمام بنائه، وأن الناس في هذا المكان تصلي. دعوة يا أهل الخير، نبى هذا الجامع يكتمل. من الجوامع الفريدة من نوعها اللي ما يكون فيها أعمدة. يا رجل شكل الجامع جميل جدا. هذه أرقام الحسابات، تواصلوا باللي تقدر عليه، كن سبب في إتمام بناء هذا الجامع. وبحط لكم رقم وكلاء الجامع. ألو، أنا علي الفرشة، أنا علي المكيفات، أنا علي التسليكات، أنا علي كذا، باللي تقدر عليه يبوه ما يقولوا لا. حياكم الله.